المهم يعني مشان ما اطول عليكم، لانه الدنيا بتنقط يعني، احتمال تشتي علي باي لحظه. امبارح طلعت فيديو او اثنين وكتبت على الصفحه وشطبت بالنسبه لموضوع المطاعيم واللقاحات ومش عارف شو، لانه شفت في بعض التعليقات قد تكون ما بعرف يعني، حسيت انه الموضوع مش مزبوط، قد يكون في تعليقات مضللة للناس، وقد في ناس تحطها تقول لك يا عمي انت قلت لنا هيك ومن هالسوالف. فأنا طلعت الموضوع، ولكن خلاصته بالنسبة شطبت الفيديوهات يعني. بالنسبة للمطاعيم اللقاحات، الناس بتسألك تقول لك يا عمي انت ببريطانيا، طب قول لنا، طب ما انا قلت لك يا زلمة، وصار الناس ابصر شو مالهم. ما بعرف الموضوع بزعل ما بدريش. اما انا بعيلتي هون ببريطانيا، أنا أخذت فايزر جزء قبل شهر ونص، وعندي الأسبوع الجاي جرعة ثانية، وقلت لكم بالفيديو اللي أنا شطبته ما صار معاي إلا شعور بالغثيان. في ناس ثانيين يصير معهم شوية حرارة شوية كذا، وقلت بالفيديو اللي أنا شطبته أصلا إنه مليح يطلع عندك شوية أعراض، دليل إنه المطعوم بتفاعل مع جسمك. أما إذا ما صارش إشي بجسمك ولا كأنك ماخذ إشي يعني، هون أنا بقلق. هيك قلت بالفيديو الثاني. عندي فرد من أفراد العيلة هون ببريطانيا أخذ استرازينكا، ما صار معاه إشي، بس شوي ثقل بالإيد. أنا بقول هاي شغلات كويسة، تأخذ استرازينكا ما تأخذ استرازينكا مش شغلي، بس أنا من باب الأمانة بقول لك الناس أخذت استرازينكا، والخبراء والأبحاث بتقول لك نسبة التجلط اللي صار على استرازينكا. أنا مش خبير، دائما بقول مش خبير، بس بقول لك شو اللي موجود، وناس هاي خبراء موجودين وروح اسألوهم وقروا يعني، ما فيش داعي مني، بس بقول لك يعني من باب نسبة التجلطات اللي صارت مع الاسترازينكا، حالات الاسترازينكا من أصل 17 مليون واحد أخذ اللقاح، اللي صار معهم تجلط أو تخثر بالدم 40 حالة. وحسب خبيرنا الأردني بلال زعيتر والمقالات الثانية بقول لك أصلا يعني النسبة هاي قليلة جدا، يعني أقل من لو ما فيش مطاعيم، الناس اللي بصير عندهم تخثر أصلا بوضعهم العادي بدون مطاعيم أكثر من هاي النسبة. فيعني أنا بقول لك خذ المطعوم المتوفر، هاي نصيحتي، بس ما بجبرك يعني. نصيحتي إلك أنت إذا بتدور على نصيحة ومتردد بالنسبة للمطاعيم، ما هو إذا بدك شو اسمه، إذا بدك تحيره خيره، مدام صار في أكثر من مطعوم صارت الناس تتنقى وتتحبى واحتارت، فإذا بدك تحيره خيره. أنت إذا محتار تأخذ ولا ما تأخذ، أنا كشخص نصيحة إلي مني إلك، خذ المطعوم وتوكل على الله بغض النظر شو النوع، أفضل من ما سمح الله يعني من الكورونا. في ناس يقول لك إيه، ما هو معظم الناس بتطيب من الكورونا، مزبوط، بس في ناس بتموت صح؟ يعني ممكن أكون أنا من الناس اللي ممكن يموتوا إذا ما أخذتش المطعم، لا سمح الله، والعلم عند الله يعني. بس بقول لك إيه، ما هو نسبة كبيرة كلها بالطيب، صحيح، بس في نسبة بموت، أنت عارف من أي نسبة راح تكون؟ ما بتدريش. ولذلك خذ المطعوم المتوفر، هاي نصيحة، ما حدا بيجبرك عليها إجبار. ومن ضمن الأسئلة كمان ناس سألوا قالوا طيب أنا انصبت بكورونا آخذ مطعم المطعم؟ أنا بقول لك شو بصير ببريطانيا، بصير ببريطانيا اللي أخذ انصاب كورونا أو ما انصاب كورونا قاعدين بعطوهم مطاعيم، لأنه أنت لما تنصاب كورونا وتطيب ممكن يصير عندك مناعة، ممكن، بس ما في دراسات بتقول لك قديش شهر شهرين ثلاث أو صار ما صار، ما بتعرف يعني قديش الفترة اللي ممكن يصير معك مناعة إذا صار عندك مناعة. فبعطوا المطاعيم لجميع الناس، أنا بهذا القدر كفاية، بدي أخلص رغيف الخبز قبل ما يبرد وش اسمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.